لو حابين تعرفوا انا عملت الفوانيس دي ازاي خليكم معايا في الفيديو الاخر، وعشان ازين بيها بلكونتي شكلها حلو جدا بصراحه. فوانيس بازازه الكنز جميله جدا والوان مختلفه. لو حابين تعرفوا الطريقه شاهدوا الفيديو وخشوا في الفيديو واعرفوا. كل سنه وانتم طيبين. فيديو النهارده هنعمل فانوس رمضان بازازه اي حاجه ساقعه صفيح بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه هستخدم واحده بس بالطريقه دي كده، وهبدا اقصها بالقطر. طبعا هستخدم مع قطر او ممكن مقص عادي، بس لازم القطر عشان نعرف ان احنا نقصها. هقص يعني كده، هبدا اقصها بالقطر اهي كده. قصتها بالشكل ده. هاجي بقى عشان اغلف دي، هبدا كده اغلفها. طبعا ده انا سايباه علشان لما اجي اثبتهم في بعض كده يكونوا متثبتين كويس، عشان يكونوا حديد مع حديد يعني يكون متثبت كويس. وطبعا نخلي بالنا عشان ما نتعورش. هثبت بقى كده ورقه الفوم عليها. وطبعا ان احنا نشد ورقه الفوم ما نسيبهاش مهويه عشان تطلع معانا حلوه. بالشكل ده كده. في الفكره دي يا جماعه ممكن ان احنا نستبدل ورق الفوم باي حاجه، ممكن ورق القص ولزق او رولي الاستيكر او قماش الجوخ او اي، في حاجات كتير جدا ممكن ان احنا نستعملها بجد. طبعا لازم ان احنا نملأ الشمع يكون كويس عشان لما نيجي نقصها ما تبقاش يعني. بعدين هبدأ بقى كده بالمسدس بالمقص وهقص كده. كده لحد هنا هنا. وبستمر كده. بعملها كلها، عملتها كلها بالشكل ده. هبدأ بقى كده ان انا افتحها كده بالتساوي كده كلهم عشان تبقى معايا زاوية منفرجة. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. نخش بقى على الفكره ايه اللي بعديها. هستخدم بقى الجزئيه اللي هي كانت تحت دي، وهستخدم بقى ورقه فوم، قطعه فوم على قدها. هبدا بقى ان انا اثبتها كده، احط كده عليها الشمع وهثبتها. كده بالطريقة دي. وهقص الزيادة. بالشكل ده كده غلفتها كلها. بنفس الطريقة دي برضك هفتح منها سنتي في سنتي كده.
اسفه يا جماعه، قبل ما نشرشر التانية هجيب واحده كده من غير ما اشرشرها، وهجيب وحده اضاءه او ممكن اللي هي دي او اللي هي بتغني بتعمل صوت دي، هثبتها كده، احط هنا كده على الحروف بشمع. وهدخلها كده زي ما انتوا شايفينها كده بالطريقة دي، عشان لما اجي كده اقيدها تكون بالشكل ده. حط فيها بقى، بعدين هجيب بقى دي كده، ثبت وحدة الإضاءة زي ما انتوا شايفين كده علشان لما اجي اشغلها تديني كده الشكل ده، هي بتنور كده. وزي ما قلنا كده ان انا هجيب دي وهثبتهم هنا كلهم كده زي ما انتوا شايفين كده، احط هنا كده الشمع. وطبعا انا سبت الحته دي ليه كده، ما غلفتهاش، لان الساق بيلزق في الساق زي الحديد. هحاول الزقهم كلهم جنب بعض بالتساوي. كده هعملهم كلهم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينه. طبعا ده كده بقى شكل الفانوس بعد ما عملتها كلها. هستخدم برضك ازازة كندي كمان عشان استخدم الجزء اللي تحتاني، وشرشرتها كده بالشكل ده. هبدأ بقى كده ان انا افتحها، وطبعا حسب رغبتكم لو انتوا حابينها ان كنتوا تسيبوها كده او تطولوا او تقصروا اللي انتوا حابينه. هتبقى دي يعني قاعدة الفانوس كده، وطبعا قصتها من هنا عشان برضك ادخل منها وحدة الاضاءة. طبعا وحدة الاضاءة بتشتغل لوحديها كده، وهثبتهم في بعضيهم. وهحتاج بقى للتزيين شريط استرس، ممكن تستبدله باي حاجة تانية برضك عادي، كل حاجة تنفع يا جماعة. بالشكل ده كده هقص كده الزيادة. اجي بقى للايد، طبعا دي كانت متبقية طبعا من الجزء اللي هو التحت، هقصها كده عشان تبقى الايد معايا، وهبدأ ان انا اسويها طبعا بالشكل ده كده. قصتها وسويتها، وقصت على قدها كمان ورقة الفوم. هبدأ بقى كده ان انا اثبتها كده على ورقة الفوم عشان تديني شكل حلو زي الفانوس. زي الشكل اللي انتوا شايفينه كده. بالاسترس ده. وهزينها برضك. كده بالشكل ده كده اهي، عشان تبقى الايد هعملها كده. وهثبتها.
كده بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفينها. طبعا احنا ممكن نسيبها كده، بس انا حابه اديها شكل بومبي. هخش كده بالجنب كده، حبيت برضو ان انا احط كده بس قطعه من فوق. اهو ده كده بقى فانوسنا الجميل، شكله حلو جدا بصراحه. وده كده شكل البومبي اللي مش عارف شكله، ممكن ان احنا برضك نضيف حبات لولي هتدي شكل برضك حلو كده. اي لون بقى انتوا حابينه. عملت منه برضك زي ما قلت اهو باللزق الاستيكر، وعملت منه برضك الوان تانية بورق الفوم. بصراحة افكار حلوة جدا جدا.